الحمل ماشي كويس، بس مش عايز اي مجهود علشان ما يحصلش زي كل مره. ده انا كنت مسافره مع جوزي الاسبوع الجاي. قول لها الدكتور تبطل تنطيط في الطيارات عشان اختي دي دماغها ناشفه جدا. لا يا مدام جميله، ركوب الطياره او حتى العربيه مش كويس علشان ده، اذا كنت حريصه على الجنين. معلش يا خالد، مش هقدر اجي معاكم المطار عشان لازم اروح الجريده حالا. هسلم عليك انا. اشوف وشك بخير يا سناء. باي باي. في واحده تكشر في وش جوزها بالشكل ده وهو مسافر. زهقت من الوداع يا خالد. ما كانش لازم تتعبي نفسك وتوصليني. امتى هتحس بيا بقى؟ امتى هتحس اني ست ومحتاجه الراجل؟ انا ما بشوفكش الا مرتين ثلاثه في السنه، وبقيت السنه عايشه في وحده فظيعه. سريري بقى بارد. انت بتعاملني على اني عشقتك مش مراتك؟ ولما انت عارفه انك مراتي ما بتجيش معايا ليه؟ ما انا سبق وجربت قبل كده، لفيت معاك من بلد لبلد ومن اوتيل لاوتيل. نفسي استقر بقى في بلدي، في بيتي مع جوزي. يعني اقعد جنبك واسيب شغلي وعلاقاتي؟ إذا كان على شركة السياحة تقدر تنقل نشاطها هنا. مش أنت اللي هتحددي أسلوب حياتي. وبعدين أنا مش فاهم أنت عايزة إيه تاني. أنا حققت لك إلا أي ست تتمناه وزيادة. شقة تمليك باسمك، عربية آخر موديل، فلوس في البنك. كل ده ما يسويش أي حاجة قصاد بعدك عني. يظهر إن من المستحيل إرضائك. أنا آسف، ما عنديش أي حاجة تانية أقدمها لك. خالد طلعني. والطفل اللي في بطنك؟ الطفل اللي في بطني عايز أب يرعاه، وأنا عايزة راجل يحميني، وأنت ما عندكش حاجة تديها لي. أوكي. مات.
اهلا بالورد الجديد. احنا في الخدمه بحسبك زكريا. فوزيه هتقول لك على فوايدي. حاكم اني ليا 7 فوايد واستك يا اخويا انباط. بس الشطر انت على اللي عندك. خطوة عزيزة. خشيتي برجلك اليمين يا شابة. فردوس اهلا وسهلا. هي اداره السجن بتسمح بالالوان وقمصان النوم وال... لا هو المفروض ممنوع، لكن اول ما بتقفل علينا العنبر الساعه 5 كله يلبس اللي على مزاجه ويعمل اللي على مزاجه لغايه الصبح. وما نخرجش خالص يا فردوس؟ ما نخرجش. الساعه 7:30 يفتحوا علينا العنبر ويطلقونا في الحوش، ساعتها بقى لازم نبقى بالجلاليب البيضة. بس بيني وبينك لو ما فيش تفتيش ممكن نزوغ. المتريشين بقى يا جميلة ليهم وضع تاني خالص في السجن. ازاي بقى؟ ما تستعجليش، بكرة تفهمي كل حاجة. انت تهمتك ايه؟ القتل الخطأ. صدمت واحد بعربيتي. والختمة الشريفة ما ليهم حق يسجنوكي. اها؟ واحد وعمره خلص معترض على إرادة ربنا؟ وانت تهمتك ايه؟ القتل برضه، بس مش خطأ. ازاي؟ جوزي اللي هيكحمه مطرح ما راح. الراجل داخل عليا وفي ايده مرض. مين دي يا راجل؟ اتجوزتها نهار اسود ونيل. شوفي لما تستحملي قرف راجل فوق ال10 سنين تديله عمرك وشبابك وشقاكي. قتلتيه؟ طبعا كبست على نفسه وهو نايم، بس بتشعر وهو خلصان. قطعته 100 حتة نية ورميته للكلاب. في ايه؟ انت ترجعي؟ هنا هنا. اه يا ربي انت بقيناها حامل وشايلة. انت حامل يا جميلة؟ ايوه 3 اشهر. يا ترى ده حامل شرعي ولا بران؟ يا 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 ي
الدنيا يا مفترس الله يخلف عينك. اسمعوا شاطره يا جميله، عارفه لو كانوا غلبوكي كان حصل ايه؟ كنت هتفضلي خدمتهم طول مدتك في السجن. الضعيف ملوش مكان هنا يا جميله. مالك؟ مالك؟ ظهري فيك ايه؟ ظهري جميله يا نهار اسود. الحقونا في حكيمه. قولي يا طلحه بتبقى اهلا يا حبيبي. الله منور منور. مش وقته. معلش انت يا خساره، الطفل اللي بتتمنيه من الدنيا يروح كده. وبعدين يا ماما احنا قلنا ايه؟ يا ماما انا المهم زي صحتك دلوقتي يا حبيبتي؟ الحمد لله. على فكره خالد اتصل وقال انه جاي قريب. ما تكذبيش يا سناء، خالد ما اتكلمش ومش هيتكلم، خصوصا بعد ما يعرف اني سقطت. خلاص بقاش في حاجه تربطه بيا. ما تقوليش كده يا جميله، ده جوزك وما استغناش عنك. مش عايزه حاجه يا جميله؟ انا هجهزهولك قريب قوي. سناء خالص كده ليه؟ كانت هتروح منك فرصه العمر. ايه مالك في ايه؟ تعالي ما اقول لك، بس في مالك اعصابك. ايه اللي حصل؟ سايبت ركن اللي هو مصطفى غيث كلمني وطلبني انا وانتي بالاسم عشان نحضر كمين القبض على ارواحه. الله، مش ده المقدم حمدي؟ ايوه، ما هو قائد الحمله. ولابس دكتور ليه؟ وفين الحمل؟ الله اعلم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا فندم. اتاخرتوا كده ليه؟ ابدا، اول ما اليوم مصطفى غيث كلمنا جينا على طول. امال فين الحمله يا فندم؟ اتفضلوا معايا. اتفضلوا. هنا؟ ايوه هنا. هي دي الحمله اللي هتهاجم وكر ارواح؟ غطيهم يا حسنين. لا، مسألة مش امان خالص، احنا كده رحنا في الكازوز. ربنا يستر. يلا يا عم سايب. بص يا معلم، قرش يا معلم. شوف مصلحة. يلا بالسلامة انت يا ام حسن. لو كلمت هيفرغ الطلقات دي كلها في دماغك، فاهم؟
ست ارواح، ست ارواح حكومة. يوه، وبعدين في قلة المزاج دي ودوحته؟ اه ما احنا الليلة ده فوق دماغنا. من هنا يا معلمة. تعالى داتك مصيبة. برافو عليكي. يلا ست أرواح بسرعة يلا. أهلا يا ست أرواح. الله أنت هنا. ياه ده أنت ظابطها قوي. اتفضلي. حاضر. لا من هنا. حاضر. الحمد لله على السلامة يا ست الكل. أهلا يا بنت. إزاي؟ وحشتينا. تكبسني وتدلكني وتطقطق لي صوابع رجلي. انا تحت الامر والطلب يا ست الكل. ما تنفعيش يا روح امك انت. طب جربيني يا ست الكل، صوابع ناعمه بدلك واكبس وسالي اللي جربوني. قلتلك ما تنفعيش، اوعي من وشك. كلهم تحت امرك يا ست الكل. انا عايزه البت دي. اسمك ايه يا شاطره؟ خدامتك جميله. شهيلي يا بيت تبوس على ايد ستك. بوس يا بيت. مدي ايدك كويس عشان اقطعها لك. مالكيش دعوه بيها يا ست الكل. دوليه باين عليها لبط. دي
دي مستقويه القلب وفاكره نفسها بانتبار مديله. مش وقت حسابي معاها دلوقتي، بس هيجي اليوم اللي تبوس رجلي قبل ايديا وغلاوتك. سكه وطريق، سكه وطريق. حبه هوا عشان ست الكل. اخ ورجعته ما احلى الرجوع الي. ربنا ما يقطع لكيش عاده. وتبقى مين بقى بسلامتك؟ الارواح المفترسه، اكبر تاجر هيروين في البلد، عندها جيش من رجاله وعندها فلوس ملهاش عدد بتشتري بيهم مخاليق ربنا. ومالكوا فرحانين بيها قوي كده ليه؟ اصلها زبونه مستديمه، كل يوم والتاني يعتقلوها والمحامين يطلعوها براءه. ازاي بقى؟ خطأ في الإجراءات، تخرج تبضع وتمون وترجع لنا تاني ترش علينا رشات جريئة. بالصلاة على النبي. بقولك إيه جميلة، ميني معاها شوية عشان تحطك في دماغها. ويحصل إيه بقى لو حطيتني في دماغها؟ يوه هيحصل كتير. شوف يا فردوس، أنا يوم ما دخلت السجن خسرت كل حاجة، حريتي، جوزي، وابني اللي كنت بتمناه من الدنيا. عارفة ايه الحاجة الوحيدة اللي فاضلة لي؟ ايه؟ كرامتي. ولو أرواح سيطرت على السجن كله مش هتقدر تسيطر على جميلة. كتبت ابي واغتصب الفلوس. حكمانا يا روح امك، ما بديش كده المزاج بلوش. الرزق هنا بقى قليل يا ست الكل. خلاص يا بت، المره دي سماح. قولي لي يا بت، البت جميله مزاجها ايه؟ دي ما بتشربش حتى السيجاره. حجاي، في حد بيعيش من غير مزاج؟ بتاكل ايه يا زكريا؟ زي ما انت شايف سندوتش فول. طب خد يا حبيبي شبرق نفسك. ايه دول؟ الولاية افكار عايزة تزورك الليلة. جرايها فوزية، حرام عليكم، ده لي بني ادم ولي طاعة. وادي حمار يا راجل، ما تتبطرش عن نعمة. نعمة ايه بس؟ ده لي كده هتسلم. ام السعد بيخليها تخف وزنها شوية لحسن اموت في ايديها. الفسيخ اهو يا اختي، كون الله يعرفك قلب معدتي. اتفضلي يا ست جميله. شكرا. يا ما نفسي اخدمك في حاجه كبيره قوي. طلعت لك بكام من المشاوير دي؟ يا خرابي على قرك، ده انت قرك زيك ذكر، مش مريحاني على حاجة أبدا. خد يا أختي. هات يا أخويا. هات يا أخويا. أنت اللي بتبصيني يا زكريا. أيوة. أهلا يا أختي. يا ست الكل. جبت الغدا؟ أيوة وسخن. سخن. اتفضل غور قدامي. لا اتفضلي أنت قدامي. اتفضلي. كل شيء تمام زي طلبك بالظبط. طيب هات. على فكرة الراجل بتاع الكباب بيسلم عليكي ويقول لك بالهنا والشفي انت واللي هياكل معاكي. ده راجل اونطاج وذمته واسعه. اتفضلي. هات. جراوة انت جايب لي بيره بارده وسخنه؟
كان زي التلج والنعمة، بس المشوار كان طويل قوي. ما تقلبش دماغي، خد بجيب زبط صندوق وحطه في التلاجة. حاضر. خد، مش خسارة فيه. من يد من عدمها يا ست أرواح. ولا قول لي يا وام. ايوه. انت امي ولا بتعرف تقرا؟ اني داني ساقط اعداديه وعجبك قوي كده عنك. اوعى. خد ايه دي ولا مؤاخذة؟ عنواني يا حمار. هركبه. هتروح ومش بقول لك انك حمار؟ ايه يعني وبعدين؟ ولا يا بلين. مش عايزة حاجة تانية. اما ترجع. نعم. انا جاي لك من طرف الحبايب. ممكن ادخل؟ انت عاوز ايه؟ ايه؟ جرى يا سي فتحي. داني الصوت زكريا من سجن القناطر. الست أرواح تعتني بيك. والست عاوزة إيه؟ عايزة سلامتك يا سي فتحي. شكلك كده مش مطمن. طب خد شوف ده كده. شكلك بيقول إنك لسه برضه مش مصدقني. طب خد العمارة دي. الست بتقول لك ما أمرتش بروس. ديرة. ما قالكش حاجة تانية؟ قال لي بوسها لي. انت روح يا طمك، روح. صباح الخير. صباح الخير. جميلة. الولانة عماه بترسم على البيت الجديدة. واحنا مالنا يا فردوس؟ كل واحدة مسؤولة عن نفسها. معقولة يا جميلة؟ بقى انت بتقولي كده؟ بصي البت باين عليها بنت ناس زيك يعني. خدي ودي معاها في الكلام. البت مش عاوز تتكلم مع حد خالص، لو سيبناها لهم هياكلوها. صباح الخير. انا اسمي جميله وانتي حنان، مش كده؟ انا عرفت انك وصلتي امبارح. ايوه. السجن غربة صعبة جدا، وعلشان نهون على بعض الأيام اللي بنقضيها هنا لازم يكون لنا أصدقاء. أصدقاء؟ هنا؟ معاكي حق، معظم النماذج الموجودة هنا سيئة جدا، لكن برضو في ناس من أصل طيب، لكن الظروف هي اللي رمتهم هنا، وأنا أعتقد إنك واحدة منهم. حنان، أنا مش بحاول أفرض نفسي عليكي ولا حاجة، لكن أنت فعلا محتاجة أصدقاء يحموكي، وعلى كل اللي عاوزتي حاجة أنا تحت أمرك. بقولك إيه، مالكيش دعوة بالمرة دي، دي ملهاش إلا قلة المزاج. وانت ايه بقى اللي جابك هنا؟ لو سمحتي. ايه ده؟ مدام جميلة هتجدك بدري. ايه عليك وعلى جميلة بدري؟ بابي مسافر على طول، وانا كنت بدرس في الجامعة الامريكية. كنت سعيدة لحد ما دخل في حياتنا حسين السواق. مش عارفة ازاي قدر يسيطر عليا ويخليني اتعلق بيه. كنت بنكسف من علاقتي بيه، ما اقدرش اقول على حد.
كنت بخاف مامي تلاحظ حاجة. في يوم كنت راجعة من عيد ميلاد بنت صاحبتي، لقيته في اوضه نوم امي، ما قدرتش استحمل الموقف، جريت ومسكت اقرب حاجه لايدي وقعدت اضربه بالمقص، اضربه لحد ما وقع غرقان في دمه. ما فقتش الا وصوت امي وهي بتصرخ. انا مش قادره اتصور اني اقضي في المكان البشع ده 15 سنة. بقولك ايه، ما تقومي تشوفي البنت الجديدة اخبارها ايه. لا يا طرية، كل ما اجي ناحيتها المرة اللي اسمها جميلة تقطع عليا السكة. تقطع عليك السكة؟ طب قومي هاتيها. ما تقومي يا ولية، يلا اتكل. اهلا يا حلو. مالك يا سناء؟ ماما تعبانه؟ لا اطمئن، ماما كويسه قوي. امال في ايه؟ اسمعي، انا ما احبش اقول اخبار وحشه، لكن في حاجه لازم تعرفيها. حاجه ايه؟ خالي طلقني. مش كده؟ ما تزعليش يا جميله، ده راجل ندل ما وقفش جنبك طول عمره، ما بيهموش الا صورته قدام الناس. هو ساب لك الشقه وحط لك المؤخر في البنك، كتر الف خيره. كتر خيره؟ هي الفلوس هتعوضني عن عمري اللي عشته معاه؟ يا ساتر، قد كده الناس بتتغير. انت فين يا جميله؟ في ايه؟ الجماعه سحبوا البنت حنان وعمالين يودودوا لها، يا عالم بيحرضوها على ايه؟ حنان تعالي انا عايزاكي دقيقة واحدة. اوعي. نزلي ايدك لا تعالك. كان ايه يا مارة؟ محدش مال عينك هنا ولا ايه؟ البنت دي بقى مالكيش دعوة بيها. هو ايه اللي ماليش دعوة بيها؟ عيلتك البنت دي بالذات مالكيش دعوة بيها. اسمعي يا روح امك. اوعي. اسمعي انا بقول لك. من فضلك. اتفضلي حضرتك. شوفي بقى ايه اللي بيحصل بقى في الحتة دي عند الناس دي. في ايه؟ مالك انت وهي؟ يا فندم ايه يا كابتن، المرأة دي مش سقوية علينا، دي لا بترحم ولا بتخلي رحمها، ربنا تنزل. لو سمحتي يا مدام أرواح، مش عايزين حد يشتكي مني. أنا حد يشتكي مني؟ ده أنا مرة، ده أنا بلسم، ده أنا ما بلاقي حد من الزمايل متخانقين مع بعض، أنا اللي براضيهم. بس بقى في بعد عنك ناس ريمم عايزين يصطادوا في المية العكر. أو النبي يا ست النقيب. يلا انت وهي، كل واحدة تروح لحالها. مدام جميلة محتاجة حاجة؟ ألف شكر. كده إن موريتك. استنى ما تقلع. يلا يا ولية انت وهي، مش عايزين زحمة هنا. اتفضلي. هتبرقيني والنبي اخدك في خليتك. اجري اسحبي. جري، ده فيك مصيبة. ايه ده؟ ده صوت جميلة، ده جاي من الحمام. يا خبر اسود، الحاجة جميلة ده نقف الحمام. ايه ده؟ جميلة 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 جميلة. ايه ده؟ 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 ايه
جميلة. مالك؟ ما تبقاش تتأخر عليا في الزيارة لحسن، أنا فلست خالص. طب خد دول دلوقتي. تشكر يا ريم. أنت متأكدة يا جميلة؟ طبعا متأكدة، شفتهم بعيني بيشموا وبياخدوا حقن من يوم أرواح ما دخلت السجن وهو مقلوب. وإزاي المخدرات بتخش السجن؟ بالفلوس يا سناء، بالفلوس تقدري تعملي كل حاجة هنا. أنت متأكدة؟ ده موضوع خطير جدا وممكن يجر علينا مشاكل لو ما كانش مدعم بالصبر. ما هو ده اللي انا جاي اكلم حضرتك فيه يا فندم، انا محتاجة الكاميرا خاصة عشان اقدر اصور الموضوع. وازاي هتقدري تصوري السجينات وهم بيتعاطوا؟ ده شيء مستحيل. اختي جميلة هي اللي هتصور. اي ترى ايه الصوابع يا مارا؟ حك عليا يا بنتي، حك عليا، مش عارف، معلش بالراحة يا مارا. معلش يا اتفضل يا جميل، جرايه وحطوم. بحبك يا جميل يا اختي. حبك بورس، اما السجن بيلم صحيح. يا بقى لا ياخدوا بالهم وتبقى حكايه. لسه شويه لازم افضحهم. يا بنت الناس انت غلبانه، خلي ايامك في السجن تعدي على خير. المعلمه ارواح ملكه متوجه داخل سجن النساء، مخالفات جسيمه خلف اسوار السجن بقياده ارواح. المقال ده هيضيع كل مجهودي في الدفاع عنك، هيبطل كل حجج، هيسد قدامي اي ثغره بحاول انفت منها. خلاص يعني ما كنتيش قادره تستني لما القضيه يتحكم فيها؟ حبكت تمارسي نشاطك وجوه السجن. جرايه يا متر، اليد البطاله نكسه. يا ارواح الراي العام كله معبق ضدك، عارفه ده معناه ايه؟ اعدام. جرايه يا متر، هي كان مديالك ارنب بذاته عشان تقف مكتف لي ايدك وعاجز وتقول لي اعدام؟ ادفع يا رحمك، ما هو عمري وعمرك هينتهوا في يوم واحد. اوعى تفكر ان ارواح تروح كده اوانطة، لا ده انا عندي رجالة تاكل الصخر، يعني مش هيخلوك تطمئن على قرش واحد من اللي انت خدتهم، فهمني؟ اما بنت الكلب اللي دبستني التدبيسة دي، سير اعرف هي مين واخليها تدفع الثمن غالي قوي. مالك يا ست حنان؟ مش طايره تبصي في وشي ليه؟ هو اني ما اشبهش ولا ما اشبهش؟ انا مش عارفه عملت كده ليه؟ ازاي هانت عليا نفسي؟ انت بتهزقيني ولا ايه؟ هو دي اجازاتي؟ مش احسن ما كنت تتحوجي للبنت العماد؟ ده انت هتقعدي هنا 15 سنه بحالهم. اوعى. استني بس واستهدي بالله. طب هتسيبك تاني امتى؟ سيبني من فضلك، لازم ارجع لعمر بسرعه. اطمني، الوليه فوزيه عامله حساب كل حاجه. انا عارف ان انت بنت ناس وليكي طلبات. خلاص اطمني، سجايرك واكلك علي. مالينا زي قوي، واحب انزل اللي معايا. هجيب لك كالوني، هجيب لك غيارات تحتانيه ملونه وازازه شامبو علشان تغسل بيه شعرك الحريف دي، بس عشان خاطري ما تبقاش تكشري في وشي تاني. اوعى. انتبه يا خجر، فتي
بالمعروف عن اللي بتشنع علينا في الجرايد، ولا هيحصل لكم زي اللي حصل لنسوان العنبر التاني؟ وحصل لهم ايه بالصلاة على النبي نسوان العنبر التاني؟ هتعرفي دلوقتي حصل لهم ايه. وفي ايه؟ في ايه؟ يا نهار اسود، ايه الفلفل ده؟ في ايه؟ هتقولي البت دي؟ لا لا لا، سيبوني 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 يا كلب. سيبوها، انا اللي ببلغ الجرايد يا فوزيه. عايزين ايه؟ انت بقى حسابك مع مدام ارواح. ست ارواح، مالك؟ بالك مشغول في ايه؟ الولية دي مش عارفة حكايتها ايه. قصدك جميلة؟ جت هداهية، ما بحبش اسمع سيرتها، بتشائم. عمر ما حد وقف في وشي وعكني المزاجات ده. ودي تطلع ايه يا معلمة عشان تعكني المزاج؟ جايبة الجبروت ده منين؟ ده انا عندي رجالة بشنبات بزغلهم والزغرة بيهروا. ولية عينها قوية. يا كسر عينها. لازم اخليها عبرة لأي كلب يرفع عينه في أرواح. أرواح جاية. اهي يا بيتي. خش يا ولية انت وهي هتوه. اوعي يا ولية انت وهي، حد يقرب ناحيتهم. بعتلك الهدية دي. أيوة يا باشا، أنا في طريق سجل القناطر، هحقق في اللي كتب في الجرايد وأبلغ سعادتك أول مرجع في حفظ الله. مساعد الوزير جاي؟ شكرا يا فندم، ألف شكر، مع السلامة سعادتك. زكريا أنت يا زفت. أفندم يا فندم، غور بسرعة، قول للعالم اللي جوه ان السيد مساعد وزير الداخلية في الطريق. يا نهار اسود، وهنعمل ايه في المغل اللي جوه؟ انت بتقول ايه؟ اتحرك بسرعة، عايز كل شيء تمام، فاهم؟ فاهم يا فندم. اسمعي يا مرة من رجلها، كل واحدة تجهز نفسها وتحط لسانها في حلقها. في تمسة جاية من الوزارة، واللي هشوف عينيها بترمش كده ولا كده هتبقى ليلة أمها سودة الليلة. يلا يلا يا مرة. ما تشغل يا بنت، انت اللي قاعدة يا بنت، ما تقعديلاش في ده. يلا يا مرة، كل اتحرك. وادي يا زكريا، شيل البت دي اخفيها من هنا بسرعة. بسرعة يا زكريا. والنهاردة أجازة. تعالي يا ابني. طب حافظ عليها. استنى. يا عيني. يا بيجا. عاجل معاك، تمشي كويس. يا ست ارواح، يا ست ارواح. مالك يا وليه داخله هجمه عليا كده ليه؟ معلش يا ست الستات، هجيلك العنبر التاني مع الحريم. ليه يا اخت خير؟ اصل في زياره مفاجاه من مسؤول كبير. يشرف ويقالس. اهلا وسهلا. شهيلي، حرام عليكي، مفيش وقت، بسرعه. اختك نصيبه وانت عامله زي الخنزير الذكر. جرايه يا نار. السيد مساعد الوزير. يا سعاده الباشا، الجرايد بتلفق الصور زي ما بتلفق الاخبار. ده افتراءات كلها يا فندم. النظام عندي هنا اخر تمام يا فندم. ساعتك هتشوف بنفسك صوره مشرفه للانضباط. وانت اسمك ايه؟ اسمي مساعد سعاده الباشا. مبسوطه هنا يا مساعد؟ مبسوطه على اخر سعاده الباشا، كل حاجه تمام التمام. الاكل هنا ثلاث اطباق في اليوم، والله المعامله هنا ولا المدارس الاجنبيه. شايف يا فندم؟ عظيم عظيم. وانت يا ارواح. صدق الله العظيم، صدق الله. اهلا يا سعاده الباشا.
ايه الكلام اللي بسمعه عنك ده؟ وايه الصور اللي في الجرايد دي؟ كلام وصور. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا لوحده هو اللي عالم وشاهد. انا ليا طلب عند سعادتك. خير يا ارواح. جامع او حتى زاويه صغيره عشان اصلي فيها وابعد بعيد عن النجاسه اللي هنا. وانا هنا رجعت لعقلي وعرفت ربنا. كله بفضل سعاده المأمور ورعايه الحكومه. ربنا يخلينا الحكومه. ربنا يخلينا الحكومه. ايه يا جماعه؟ حد ينقذها؟ حد يعمل لها حاجه؟ يا حنان ريحي نفسك، ده ملوش علاج. طب وبعدين؟ اعملي لها اي حاجه، اي حاجه يا فردوس، حرام عليكي. ابوس ايدك يا فردوس. تعديني. انا اجيب لك الحجاب ده بايدي. دي كانت بتقطع. حرام عليكي روحي، انت كنت زي الفله. مش قادره استحمل، جسمي بينشر عليا كله. تعالي على نفسك يا حبيبتي، تعالي على نفسك. نمل بيجري تحت جلدي. بتقول لك نمل، روحي هاتي حاجه من عند ارواح، مش كده يا حبيبتي؟ عايزه فلوس يا سناء. بيه العربيه، بيه الشقه، بيه اي حاجه، بس هاتي لي فلوس. انا عارفه الفلوس دي انت عايزه تعملي بيها ايه. جميله، لازم تقاومي، ما تضعفيش كده. ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ انت اتجننتي؟ جميله، لو قولي لي يا بت نعمات. يا عيون نعمات، تمشي ايدك طويله يا بت وتستاهل قطعان وتتلف في حرير يا ست الكل. طب خد يا بت شوفي لي دي تساوي كام. لا مش كتير، وخفيفه ومنظر على الفاضي، وذهب فرنجي ومسروقه كمان. يا مصيبتي، اخص على كده وجايبالي بضاعة مسروقة. مش عيب يا بتوع المدارس يا بهوات. دي بتاعت اختي وحياة ربنا. اختك مين؟ الصحفية. بس دي بقى يا حلوة ما تكفيش طلباتك. ارجوك يا ست اروح ارحميني، انا تعبانة قوي. بس انا بتاعتي غالية قوي. هجيب لك فلوس بعدين. خلاص انا عندي حل كويس قوي عشانك، عشان تعرفي ان قلب ابيض وبنت حلال. هشغلك عندي بشمتك. قلتي ايه؟ موافقه تحت امرك. طب خدي دعكيلي رجلي، لحسن منمله قوي من القعده. منك لله يا ارواح، منك لله. جميلة، لا يا جميلة لا، اكسري رجلها ورقبتها. اخرسي يا مرة انت وهي لعملوكوا. خد يا بنت اغسلي لي رجلي. قلعيني الشبشب. بقولك ايه، ابعت الصورة دي للدلعات اختها، خلاها توريني هتنزلها في انهي مجلة. حلاوة حلاوة. وسع طريق لست الكل. وسع. Thank you.
فردوس السيد علي. ايوه عندك جلسه بكره، حضري نفسك. هو في ايه؟ بكره الحكم في الاستئناف اللي هي عاملاه، وفي الاستئناف لا يدوها 25 سنه، يا اما 20 يا اما ايه؟ يا اما اعدام. ربنا هيكبر بخاطرك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله براءة، وبكره تشوفي. أول مرة أشوفك بتصلي. ما هو البني آدم كده، ما يفكرش في ربنا غير في الأزمة وبس. ما تخافيش إن شاء الله خير. أنا خايفة، أنا خايفة يا جميلة، أنا خايفة أوي. حكمت المحكمة بتحويل أوراق فردوس السيد علي إلى فضيلة المفتي، وذلك لاقترافها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد زوجها حنفي جمعة رزق. رفعت الجلسة. هو في ايه يا جميلة؟ واخدين فردوس على فين؟ هيحطوها في زنزانة لوحدها لغاية ما ينفذوا فيها الحكم. حكم ايه؟ الاعدام. جميلة كويس انك جيتي، انا خايفة. انت عاملة ايه؟ كل ما اسمع رجلين جاية ناحية الزنزانة افتكر خلاص جايين ياخدوني. البنات كلهم بيسلموا عليكي، وحشتينا فردوس. يلا بقى يا اختي ما توديناش في داهيه. جميله لو بتطلعي صدقه ما تنسيش امي. من عينيا يا فردوس، من عينيا. يلا بقى يا اختي يلا. روح انداري فردوس السيد علي، هنرحلها سجن الاستئناف. حاضر يا فندم. مش عايز النسوان يتلموا حواليها ويعملوا لي مناحه، مفهوم؟ تمام يا فندم. قلب عنك يا فردوس. على عيني يا فردوس. قلب عنك يا فردوس. شد حيلك يا فردوس. يا حول الله، حاجة تقطع القلب. بقول لك ايه؟ النبي يا شيخة ما تزعلي نفسك ولا تتقهري. اسمعي، خدي التذكرة دي،
هي دي اللي هتفرفشك وتخليكي تنسي الهم كله. خدي. اي خدمات؟ انا جاي اترجى حضرتك تحطيني في زنزانة انفرادي. نعم انفرادي ليه بقى ان شاء الله؟ انا محتاجة اعمل عزل لنفسي علشان اقدر اقاوم المخدر. انا قررت اعالج نفسي وعايز اكون بعيد عن اي اغراءات. هنجيب منين زنزانة لكل سجين؟ تفكرنا في اوتيل؟ مدام جميلة احنا في سجن وله قوانين. الزنزانة الخاصة معمولة للحبس الانفرادي للعقاب. حاولي تحل مشاكلك من غير ازعاج لو سمحتي. رايحة فين يا جميلة؟ اجري يا بنت المجنونة. ايه اللي بتعملي ده؟ تعالي يا حرامي. تعالي هنا يا زلي. نازع كده وطول ارواح ده باين عليها بتحبيني. اه لو اتلايم عليها كنت عرفت اخليها تصوت بجد. مش هتنسي بقى يا نعمات؟ فانسى؟ انسى ازاي؟ ده مفيش واحده بهدلتني زي اللي ما تسماش. وانا كنت عملت لها ايه يعني؟ انا بقول يا ست الكل. ايه يا بنت؟ انا خايفه الوليه دي تستغنى عن المزاج بعد ما نعرفش نحط مناخيرها في الارض. يا بنت يا بنت اللي جرب المزاج يبقى خدامه طول العمر. وانا حالفه بقى لا اجيب مناخيرها الارض. قوم افطري. صباح الخير. خليكي خليكي مرتاحه. صباح الخير. ها ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. خد يا زكريا.
ايه دول؟ رزق جاي لك. الليله عندك زياره، هبعت لك وداد وحسنيه. لا مش عايز فلوس، مش عايز نسوان، وما دول نسوان، انا عايز حنان. يا راجل اتقل ما تعملش في روحك كده، امال بدل البنت ما تبيع وتشتري فيك يا راجل. مالك يا بنت الناس؟ مش طايقه تبصي في وشي ليه؟ هو اني قصرت معاكي؟ لو سمحت انا زهقانه ومش عايزه اتكلم مع حد، كلكم زي بعض. ايه بس اللي قلبك؟ ما احنا كنا كويسين والمسائل كانت ماشيه عادي. والله انا رافض 20 زياره لحد دلوقتي، واقف زي الولايه مستني رضاكي. بتحبني يا زكريا؟ بموت في تراب رجليكي. طب ممكن اديك جواب توصله لمامي؟ خد اديها المبلغ ده ودول علشان مواصلاتك بس كده. ايه مش مكفيك 10 جنيه؟ يا ست هانم حنان مش محتاجه فلوس، طلباتها كلتها مجابه، هي محتاجه لك انتي. نفسها تغلطي مره وتيجي تزوريها، تصوريش الغلب اللي هي فيه شكله ايه. ربنا يكفيك شر رمية السجن اللي هي فيه. أنا ظروفي ما تسمحش. لعل المنع خير. أفندم أنت بتقول إيه؟ لا مفيش، فوتك بعافية يا مدام. ما قلتلكش هتزورني إمتى؟ ها؟ زكريا أنت مخبي عني حاجة؟ بصراحة يعني أصل صحيتها بعافية شوية. يعني إيه صحيتها بعافية؟ ها؟ طرحت الفراش وعامل عملية. عملية ايه؟ لا ما تتخضيش كده، دي حاجة بسيطة وخلاص، بقت زي القرد. اوعى تكون بتكذب عليا يا زكريا. طب ان شاء الله يفرمني متر الانفاق لو كنت بضحك عليك. ايوه كده، ضحكتك حلوة وحنكك حلو. ما تجيب يا بوسي، لسه برضه قرفانة مني؟ جميلة.
مبروك ألف سلامة، مبروك لرجوعك بسلامة، الحمد لله على سلامة روحك من الدوخة ومن التوهان. الأسبوعين اللي فاتوا وشك منور بجد؟ اه والله مش محتاجة أكل تاني. ده أنا أكلت زي المفاجيع. حاسة إني عايزة أنام، تعبانة أوي. جميلة، ايه يا جميلة؟ مالك مالك يا جميلة؟ في ايه؟ ايه في ايه؟ بنت يا نعمان. يا عيون يا عمان، ده بقيت المحروسة رجعت للشم تاني. هما مش كانوا بيقولوا انها اتعالجت منه؟ وده معقول يا ست الكل؟ حد يكبر على مزاجه؟ ده المزاج يا ما بيزل. ايش صايلولو؟ يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب يا اختي يا حبيبتي. حالي 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 ح
مات يا زكريا. على الله يا ست اروع. لا بتضربني يا زكريا. على الله يا اروع. اضرب يا زكريا. لا بترتكب الفحشاء. يعني ايه الفحشاء دي يا بيه؟ اوعى تنكر احسن ابهدلك. السجينات كلهم اكدوا لي انك كنت بتحرضهم على الرذيله. رذيله؟ ومحدش منهم استجاب لك الا حنان اللي على شكلتك. لا حنان احسن منهم كلهم والله يا سعاده البيه. تنكر انك كنت بتجيب لها اشياء ممنوعه؟ تنكر انك كنت بتضيعها؟ اضيعها هنا في مكتبي؟ وانك اكثر من مره اقتحمت على السجينات اماكنهم الخاصه؟ ما انكرش يا سعاده البيه المامور، لكن هم اخلص يا كلب. انت حلال فيك الموت. انا لولا اني راجل براعي مسؤوليتي كان زماني فرقت فيك رصاص مسدسي. لكن الرصاص خساره فيك. انت من بكره بتحول للتحقيق يا كلب يا حشره. مأمور السجن اتوقف عن العمل وتم تحويله للتحقيق في المخالفات اللي تمت أثناء توليه سجن القناطر للنساء، وأنا اخترتك أنت لكفاءتك علشان تمسك مكانه ابتداء من بكرة وتعيد الانضباط للسجن. هتوحشينا يا جميلة. صحيح الأيام الحلوة بتعدي بسرعة. الأيام الحلوة هنا أحسن من برة. نفسي أرجع زي زمان، أرجع جميلة بتاعت زمان. ممكن قوي يا جميلة. أنت نجحتي مرة ومن غير مساعدة حد، وممكن تنجحي مرة كمان لو عندك نفس الإرادة. أنا هستناكي في مكتبي. حنان حنان ما تخافيش يا حبيبتي، أنا عمري ما هسيبك وحاجة زورك باستمرار. أنا مش قادرة أتصور اني اعيش هنا كمان 15 سنة. انا ما بقاش ليا حد يحبني ويخاف عليا، كلكم هتسيبوني. ما تقوليش كده. انا فرحانة لك يا جميلة بس حزينة على نفسي. اوعي تكوني واخدة على خاطرك مني، احنا اخوات وما تخافيش ولا تنهم. التموين هوصلك بره زي ما كان بيوصلك هنا بالظبط. اسمعي حرصي على العنوان اللي معاك ده علشان ده هتحتاجيه بعدين. يا ريت تساعدني الزمان واشوفك تاني بعد عمر طويل يا ارواح. لا يا نورعين ده قريب قوي. مش اشكال. سلسله ده بدلايه زرقاء، حلق دبل الماظ، خاتم دهب بفص ازرق. مظبوط. اتفضلي امضي هنا. دي هديه بسيطه. النهارده عيد جوازنا التاني. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. يا شقتي انا سمعت عن مصحه كويسه قوي في امريكا، هشوف ايه الاجراءات واسافر على طول. ايه
ابيض ولا بني؟ ابيض في وشك. 50 جنيه شهلي. سلام. راجعه لك وحات امك براءة ان شاء الله. سلامة يا قبلتي. فرحانه فيك يا روح امي. وبس اللي تودي باذن الله ربنا هيكرمك يا ست الكل ان شاء الله. ترجع يا حبيبتي بالسلامه يا ست الكل. راجعه لك يا نورين ما تقلقيش. مش واقفه اعدام ان شاء الله. ان شاء الله انت اللي لاقي حبل المشنعه محطوط على رقبتك. في داهيه. داهيه تاخد اهلي. اتكل على الله. ايه اللي موقف دي هنا؟ انزل مشيها. حاضر يا فندم. افتح الباب اتحرك. الحمد لله على السلامة يا ست الكل. ولا وتودكت يا واد. خش اطلع خش. ارجع بسرعة ارجع. البوليس قلب الدنيا علينا ما قدرناش غير النيل. انا مجهز كل حاجه ست ارواح. عايزه تشوفك ضروري يا ست. قلت لك ما عرفت حد اسمه الله. هعدي عليك بكره زي دلوقتي. الست دي قلقت شفتحي كل يوم والتاني. عايز ست ارواح عايز ست ارواح. انا خايف تكون من البوليس يا شفتحي. الست دي اسمها ايه؟ اسمها جميله يا شفتحي. بقى جميله عايزه تشوفني. النبي باين البت دي بتحبني. وشغل ايه بقى اللي عايزه تعمله معايا؟ يا معلمه انا خايف تكون مزقوقه من البوليس علينا. بوليس؟ بوليس ايه يا اهبل؟ هو البوليس هيعرف يشوف مزاجها؟ ده دلوقتي بقى زي الكهنة المبلولة ما تقدرش تستغنى عن الشامة. والله زمان يا جميلة فين ايام ما كنت حاطة مناخيرك في السماء. انا بقول اقابلها واديها اللي هي عايزاه وكده اسلم. فتحي اسمع اللي بقولك عليه. انا عايز اشوف البت دي. ازيك يا فتاه؟ هنا؟ ايوه. هنتكلم على رواق. جو جميل والقمر ملعلع المكان شاعري. ما تخافيش. تمام. طرف الست ارواح. قولي لي بقى حلوه مين اللي بعتك وعايزه ايه من الست ارواح؟ ما حدش بعت. فلوسي خلصت على الشام وعايز اشتغل معاك. وهي ما بتشغلش معاها رد زبون. انا عارف. انا هشتري بضاعه واوزعها لحسابي. فلوسك جاهزه؟ في شنطه العربيه. عايزه 2 كيلو. ايه ده انت داخله واسعه قوي. عايزين ناكل لقمه تعيش معاكم. ماشي توكلنا على الله. صحيح يا سوق. اتفضل.
احنا رايحين فين؟ مش انت عايزه تقابلي ارواح؟ ايوه. ما تسأليش كتير. فلوسك فين؟ في شنطة العربية. طب انزلي. كم دول؟ 600,000. على البركة. اركبي. انزلي. الجو عامل ايه؟ امان. اجريك العربية بعيد. بسرعة. اتفضلي. احنا رايحين فين؟ هنتفسح. يعني ايه؟ يعني ما تسأليش كتير. يلا. الحمد لله بالسلام. ايه الاخبار؟ كله تمام. والجو؟ امان. البنت جميلة فين؟ على المركب. والفلوس؟ في الامان. عامل حسابك ان احنا مسافرين بعد ساعة على الصيف؟ كله تمام. روح هات. حاضر. اهلا اهلا وسهلا بالحبايب. والله زمان يا جميلة. النبي يا شيخة ليك وحشة. اخبار مناخيرك ايه يا نور عين؟ لسه في السما؟ مش قلتلك ان احنا هنتقابل قريب؟ عاش من شافك يا ست ارواح. اهلا. عادي. يا ترى صبيانك قالوا لك على طلبي؟ الله 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 الله، ده انت بقيتي بتاعت بيزنس اهو. ويا ترى بقى الكميه اللي انت عاوزاها هتوزعيها فين؟ انا ليا زبائن ومعارف كتير قوي. حلو قوي، يبقى على كده بقى هنشوفك كتير ان شاء الله. يا روحي، مش خايفه من البوليس والسجن ولا ده رخر بقى مزاج؟ انا مش ناوي ادخل السجن تاني يا ست ارواح. ارجوك اديني البضاعه علشان امشي. يا سلام، ومالك مستعجله كده ليه؟ ما تاخذنيش، انت واحده هربانه من السجن، يعني البوليس معرض يطب عليكي باللحظه والتانيه. يا ترى يا جميلة خايفة علي أنا ولا خايفة على نفسك؟ لا، خايفة على نفسي طبعا. ده انت اتدردحتي قوي، ولا وعلامي أثر فيك. خدي. ويا ترى النوع ده اكسترا ولا مضروب؟ قال زبايني من الهاي قوي. اطمني يا روح قلبي، ده احسن نوع. ده بقى البيور. حلو
ويا ترى جربتي النوع ده يا ارواح؟ تفهم من بقك يا اختي، وانا مجنونه الا جربه؟ انا ذل نفسي وصحتي للمزاج؟ انا ضيع فلوسي على المحروق ده؟ دوقي يا ارواح، دوقي دوقي دوقي. طباخ السن بيدوق يا ارواح، دوقي دوقي فاتح، دوقي المزاج، دوقي اللي بتديه للناس، دوقي السن، دوقي. دي ارواح ارواح ارواح. ماشي مسطحه جايه علينا دلوقتي، نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه دلوقتي؟ خليك ورام يا محمد. لانش اتنين، لانش اتنين، القطها وصلها للمرسى. الحمد لله على السلامة يا مدام جميلة.